وأهلها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأنياء معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، واجعل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الفرج المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا بعمل طاعتك والصدق في خدمتك القائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة للدخول وتمام كل سهول ومأمول، وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر، جالبة لكل خير، لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين، مع اللطف والعافية. وعلى نية أول نور قلوبنا وقوالبنا، مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان، جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحة. بسم الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة. فارج الهم كاشف الغم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. إن شاء الله قبول. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Nabi Muhammad.